السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق الرينيوبل انرجي. اليوم نتكلم على الفند الانرجي اناليسيس. في الانرجي اناليسيس حنتكلم بالتالي، الاوبجكتيف تبعاتنا حتكون ديفاين الانرجي سيستم، construction of energy balances for countries, reading energy balances for countries, determine factors influencing energy use, understanding the role of energy efficiency in limiting future energy use, ونطلع على global perspective and future energy demand and supply. المحتويات اللي حنبدا فيها، حنتكلم على الانرجي سيستم، حنتكلم هاو تو كونستراكت الانرجي بالانسز، هاو تو ريد الانرجي بالانسز فور سيرتن كونتريز، فاكتورز انفلوينسينج الانرجي يوز وانرجي افشنسي از ا مين درايفر ان ليميتنج فيوتشر انرجي يوز، وحنتكلم على جلوبال انرجي ترندز اند سيناريوز والفيوتشر انرجي ديماند اند سبلاي. يمكن الواحد لما نيجي نطلع عندنا تعبيرين رئيسيين بهمنا، ايش هما؟ التعبير الاولاني او الجملة الاولانية نتكلم على الفاينل انرجي يوز، وبنتكلم على البرايمري انرجي يوز، وبنتكلم الفرق بين التنتين، ايش بنقصد بهذه التنتين. الان عادة احنا بنتكلم على في الشتاء بنستخدم الطاقة لندفي حالنا، وفي الصيف بنستخدمها لنبرد على حالنا. صبح لما الواحد يصحى بيسوي له كاسة قهوة أو كاسة شاي أو كاسة حليب بيشربها. الآن هذه كيف الأفكار تبعت الفاينل إنرجي يوز والبرايمر إنرجي، إيش العلاقة بينهم؟ The primary energy used and the final energy used concept are related to our energy system, which can be seen as a whole of five sequential activities. يعني احنا حنبدأ من primary energy وحننتهي بالfinal energy used عبر الشاشة اللي حنشوفها علينا. الآن winning energy هاي جاية من primary energy زي الكول مثلا، البترول، بنتكلم على الهيدرو، على اي شيء من عندنا بنتكلم بها، هنا البرايمري او الانرجي كارير. الان هذه بنعملها كونفرجن، بنحولها لفورم معين مثلا للكهرباء. الكهرباء هاي بنعملها ايش؟ ترانسبورتيشن وستورج وديستريبيوشن. يعني احنا لما اولد اخذ الفحم او اخذ الناتشرال جاز او اخذ السولار او اخذ يعني اي نوع من انواع هذه الانرجي، واروح بمحطه التوليد بحوله لكهرباء. الان الكهرباء يتم نقلها عبر شبكات الترانسبورتيشن او عبر الديستريبيوشن، او بنخزنها في بطاريات او على شكل بوتنشال انرجي اللي عندي. الان في كونفرجنج ات ذا انديوزر، يعني هذا ايش بصير؟ انا لما بدي احولها على لحراره بدي ادخلها على مدفأ، بدي احولها لحراره مثلا لاسوي فيها بيض مثلا، اقلي بيض بحولها لحراره غاز، بدي احولها لشيء معين يعني خلينا نقول لحراره في المدفأ عشان اكوى فيه. الان الانديوز اللي هي هاد، انا قديش حجم الاستفاده من الاجزاء اللي من هاد؟ يعني انا مثلا بتلاقي لكل حاجة في كفاءة، هاد الكفاءة تبعت هاي اللي بتطلع عليها. فالwinning of energy اللي هي بنسميها energy carrier such as coal, oil or natural gas extracted from the earth. Primary energy اللي بنسميها هي نفس الاسم لها primary energy. Energy found in its original or natural form. يعني الثروة الطبيعية اللي بتلاقيها في باطن الأرض أو في يعني على شكل طبيعي. هاي بنسميها winning of energy أو energy carrier أو بنسميها primary energy اللي عندي. البرايمري انرجي ماينس اللي هي بنقول عنها انرجي فاوند ان اتس اوريجينال فورم اور ناتشورال فورم، هذا اللي بنتكلم زي المي اللي جايه من السدود، زي الريح، زي البحر، هذه الامواج في البحر، هذه كلها بنسميها برايمري
انرجي، وبتيجي تحت العنوان اللي هي winning of energy. الان الconverging ايش بنحول فيها؟ primary energy converted into secondary energy. secondary energy زي عملية مثلا التحويل للكهرباء، زي عملية التحويل البترول، بنيجي بنفصله بنحوله لبتروكيماويات، بنحوله لسولار، بنحوله لبنزين لغيره. هذه العملية الـ most important energy carrier طبعا اللي هي electricity takes place in the power plant. And the conversion from primary to secondary energy, large losses اللي عندي typically occurs. يعني هذا عملية التحويل دائما هذه بتم فيها عمليات كبيرة من الخسائر، لأنه الكفاءة بتبقاش عالية في هذه المنطقة. وهذا طبيعي، يعني لما تيجي تطلع على الماتور اللي عند ماتور اللي بيشتغل على الناتشورال غاز كفاءته، يعني إذا عدت 60 كويس. كفاءة محطات الطاقة عادة بتلاقيها من 40 ل60، يعني هذه هي الطبيعي، فالخسائر بتلاقيها عالية. الآن لما نعرف الـ efficiency ايش بنطلع؟ عندي الـ input وعندي الـ output. فالـ output على الـ input هو بيعطيني ايش؟ الـ efficiency. مثلا لو عندي 100 جول اوف كول وطلع على الكتريسيتي 40، معناته هذه ال 40 على 100 بيعطيني افشنسي كام؟ 40%. هذه الفكره الموجوده. اوتبوت على انبوت بيعطيني الافشنسي الموجود عندي في الكونفرجن اللي عندي. ترانسبورتيشن والديستريبيوشن ستورج تيك كير اوف ذس فانكشن اللي عندي الموجوده عندي. وهذه لو انا بدي انقل من مكان او لاخر، الالكتريستي عاده بتم نقلها عبر ترانسميشن نتورك والديستريبيوشن نتورك، واحنا احيانا في الستورج زي البطاريات، وزي ما حكينا احيانا في الليكس از بوتنشال انرجي في هذا المجال. الترانسبورت وستورج اند ديستريبيوشن هاي الشبكه هاي، وهذه الافشنسي تبعاتها تقريبا حوالي 95%، فيعني كويس بشكل عام. الكونفرجن التنتين هذول الاند يوزر والاند يوز هذول مربوطين في بعض. مثلا بدي اطلع على ماكينه الكافي ميكر اللي عندي، ايش بتحول هذه؟ بتحول لي من كهرباء لحرارة تسخين. اللي عندي بتعطيني الهيت اللي عندي، سواء انا المي المسخنة زي الكمكم الموجود في البيت عندي، هذا كفاءته اعلى من كفاءة اللي بتلاقي الغاز اللي انت بتولعه في البيت. يمكن قبل المحاضرات اللي فاتت شفنا امثلة عليهم في هذا المجال. وهذا بشكل عام بتقول لي قديش الانرجي، يعني مثلا ماكينة الكافي ميكر اللي هي شبيهة بشغل الكمكم الموجود، الافيشنس تبعتها 80%، يعني 20% بتروح للحرارة في الجو و 80% بتروح لايش؟ للكافي تبعنا اللي احنا بنسويه. مثلا لو عندي 350 ملي لتر في ووتر، 350 تاخد 3 دقائق ونص لا توصل درجة حرارة 83 درجة. لو بدي احسب اليوسفل انرجي لهاي بلاقيها بدها تساوي 581 واط المطلوب عندي. طب لما بدي اقيس الكفاءة في التمانين، يعني بدي اقسم ال 581 على 0.8 بلاقي ايش اللي عندي؟ بلزمني 726 واط هذه الموجودة عندي في الانرجي الموجودة. اليوسفل انرجي عندي قديش؟ 581. الفاينل انرجي يوز اللي اخدته قديش؟ 726. الان هذه لو بدي احسبها، احسب قديش بتلزمها من البرايمري انرجي، بدي اخذ الافيشنسي لكل البروسس اللي عندي. thus اليوسفل انرجي يوز can be defined as the energy we actually and effectively use to conduct our activity and fulfill our need. يعني بعبارة تانية، اليوسفل انرجي اللي هي اللي بستفيد منها لأقوم بوظيفة محددة، هذه بسميها ايش؟ يوسفل انرجي. بينما الاند يوز انرجي باجي بقيس الكفاءة
تبعت الكونفيرجن بروسس ات ذا اند وبقسمها على اليوسفل انرجي بتعطيني الايش الاند يوز انرجي زي ما شفناها قبل شويه. مثلا هاي مثال عندي ميثيكا كافي is very inefficient energy process. بلاحظ هذا اللي عندي 80%, الترانسبورت عادة قلنا عندي 95%, الكونفيرجن هنا من لكهرباء بدي 40% من فحم لكهرباء, الويننج انرجي 95%, التشين افيشنسي يعني قديش السيستم هاد ككل الافيشنسي تبعاته, باخد ايتا 1 في ايتا 2 في ايتا 3 في ايتا 4 بضربهم مع بعض تعطيني هاي ال 95 وال 40 وال 95 وال 80 بتعطيني 30%. ال 30% يعني اللي انا بجيت شفتها عندي في الاند يوز اليوسفل انرجي اللي كان 561 بدي اقسمها على 0.3 بتقول لي قديش بلزمني البرايمري يوز. طبعا هذه بنيجي تطلع يمكن اسوأ اشي في الافيشنسي بنلاقيه لو انا بدي اسخن اسلق بيضة, سلق البيضة الافيشنسي تبعاته تقريبا 2%. What is happening? The thermal process اللي هي بتعطي الماكسيمم كونفيرجن افيشنسي بهذا بحدها في الكارنوت افيشنسي. اللي عندي 100 conversion rate from primary energy to useful energy هذه impossible يعني مش مستحيلة عندي. لأنه ليش عندي؟ عندي الـ inefficiency بتيجي في محطات التوليد اللي عندي, في النقل دائما في losses, الكفاءة الأجهزة الموجودة عندي هان مش دائما عالية الـ efficiency تبعاتها, فهدول كلها ممكن ننقص يعني هان نرفع الـ efficiency هان نرفع الـ efficiency هان نقلل الـ losses هان بس في الآخر مش هتوصل لزيرو يعني zero losses أو efficiency قريبة لمية في المية. هيك بناخد بريك وبنرجع بنتكلم على الـ energy balance إن شاء الله كمان شوية.